طبعا تتأثر، لأنه الإدارة الإيرانية الجديدة سيكون لديها زخم وحافز للنجاح ولتحقيق بصمة شخصية للرئيس الجديد. سيحاول أن يدفع بكل المشاريع بأقصى سرعة وبأقصى زخم ممكن لتحقيقها وإنجازها، لكي يقول أنني مع مجيئي إلى هذا المنصب قد أنجزت واحد واثنين وثلاثة من هذه المشاريع. فقط أريد أن أعقب أن هناك بعض الجهات السياسية في داخل العراق والتي تحاكي الجهات السياسية أو الأجندة السياسية لدول الخليج ودول المنطقة التي تتسم بالعداء المبدئي والشامل للدولة الإيرانية، ولا تترك أي فرصة لتنتهزها لأجل اتهام إيران والتسقيط السياسي لها، واتهام أن نظامها السياسي يقود المنطقة إلى الدمار وإلى جوع شعبها. هل المطلوب أن يكون النظام الإيراني مشابه للأنظمة الخليجية المنبطحة للكيان الصهيوني؟ هل يجب على النظام الإيراني أن يرى أهل غزة وأهلنا في فلسطين يذبحون ويقف ساكتا كما تقف السعودية ومصر والأردن وغيرها من الدول التي يدعمها بعض السياسيين وبعض المحللين السياسيين في العراق؟ أعتقد هذا غير منصف وغير مجدي، وأن الموضوع ليس فقط خبز، هناك خبز وكرامة يجب أن يتحلى بها المواطن العراقي والمسلم، ويجب عليه أن يرى ببعد نظر ولا أن يرى بما تحت قدميه فقط. طيب يعني أستاذ مصعب، واسمح لي